اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهاتي تجيب ادمان ايبي جيمنج مركده وليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال ايوه ابطال حرفيا فيديو النهارده هيكون من الفيديوهات الجدا جدا اسطوريه عشان يا ابطال هنشوف حاجه جدا جدا غريبه والغريبه يا ابطال في الفيديو بتاع النهارده ان في دميه لونها ازرق حرفيا يا ابطال او لونها لبني يعني عامه هي دميه وشريره ومخيفه بصراحه ابطال الدميه دي يعني انا خدت بالي ان هي بتظهر في اكتر من مكان في ما بالبيوت والنهارده يا ابطال فكرت يا ابطال ان احنا ندور مع بعضينا على الاماكن اللي بتظهر فيها وبتظهر في كام بيت يعني انا عملت ليه اتنين مش عارف ولكن بتظهر في كام ليه عملت عامه يعني بتظهر في كام بيت وهكذا يعني قبل ما نبدا مقطع النهارده ما تنسوش يا ابطال تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان ابدا نوصل 200,000 مشترك والله شكرا لكل واحد بيحط لايك وبيحط اشتراك وبيحط اكيد لو اشتركت عارف ان انت هتاخد بطاطس اكيد من بدايه المقطع بيقول لك اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد خلاص انت عرفت خلاص انت هتعمل ايه فيلا بينا يا ابطال عشان متحمس جدا 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 اول حاجه يا ابطال نشتريها وهو اول بيت يظهر قدامنا اول بيت يا ابطال يظهر قدامنا وعايز اقول لكم ان حرفيا يا ابطال من بعد اللي انتوا هتشوفوه في مقطع النهارده تمام بجد هتستغربوا اقسم بالله يا ابطال هتستغربوا جدا جدا حاولوا يا ابطال تشوفوا المقطع للنهايه كويس جدا المفروض يا ابطال البيت ده باين عليه سو ايزي وكيوت وجميل جدا ولكن هو مش قوي يعني هو مش قوي كده بجد مؤخرا يا ابطال لعبه روبلوكس او مابل بيوت ضافت البنت دي وسميتها على اسم جوست ايوه يا ابطال هتيجي تقول لي ايه ده فين دي يا بلال هقول لك انا هقفل دلوقتي حرفيا النور في المكان ده كله او في البيت اللي انا عايش فيه ده تمام عشان هي حرفيا هتظهر دلوقتي يا ابطال تمام اوعى حد يتخض اوعى حد يتخض يا ابطال يلا يا ابطال ايوه زي ما انتم شايفين بدات تظهر فوق هلا بس يا ابطال نعلي الصوت كده تمام هتبدا يا ابطال تظهر مركزوا ركزوا عشان انا يا ابطال عايزين نشوفها ايوه سامعين في صوت هي فين؟ بان انا ظهرت فوق بتظهر فوق اقفل النور السلام عليكم انا خايف الو انت هنا خلينا نقفل النور بردك هي المفروض بتظهر والنور مقفول عشان كده ابطال انا دلوقتي حالا بقفل النور او ماي جاد اعوذ بالله ازاي ظهرت والنور مفتوح انا قافل النور من بعيد ايوه كده بس هي المفروض ابطال اخر مره ظهرت هنا تمام تمام هي المفروض ابطال مش بتظهر دايما في نفس المكان بتقعد تتمشى معرفش ليه يعني تمام نقفل النور كده حرفيا ابطال قفلت النور اهي والله قدام اهي اهي بص ابطال اهي يوه بتختفي بسرعه حرفيا تمام استنى ابطال نركز كده ما ظهرتش تحت لحد دلوقتي فين دلوقتي ظهرت في صوت فين هي دي اوه ثانية يا ابطال انا لازم اجيب دي ثانية انا لازم اجيب دي الاداء يا ابطال الاداء بتاعتنا الاداء بتاعتنا حرفيا يا ابطال ايوه اللي بتخلينا نشوف كل حاجه بسم الله يلا نسمع الصوت بس يا ابطال ونجري ايوه ماشي البيت مش كبير قوي يعني برضك يا ابطال فين ايوه انت فين ياهو انا خايف هتظهر دلوقتي صح هي فين والله خايف ايوه فين 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 ظهرت دلوقتي هي ظهرت دلوقتي هنا او ماي جاد طب هنا والله مش موجوده في اي حته خالص والله حاجه غريبه عامه يا ابطال المفروض البنت دي اللي هي البنت الغريبه اللي حرفيا الدميه دي محدش يا ابطال عارف لها اي يعني اللي يخلي ابطال صاحب مابل بيوت يضيفها يا ابطال بعنوان وباسم الجوست موجوده في كل بيت حرفيا يا ابطال اشتريه خلينا دلوقتي يا ابطال مثلا نشيل كده البيت تمام ويا ابطال نعمل كده تمام حرفيا في اي بيت يا ابطال نقدر نظهرها هي ابطال وكمان يا ابطال يعني ضيفها بعنوان الجوست حاجه غريبه كده يا ابطال بصوا في اي بيت حرفيا خلينا دلوقتي مثلا يا ابطال نعمل كده هندوس يا ابطال كده على الديستر دي طبعا يا ابطال دي المفروض اصلا بروبوكس تمام بعدها يا ابطال ندوس على الجوست وهنا يا ابطال حرفيا لازم بسرعه نقفل كل الانوار يا سلام نور واحد قفل لي كل حاجه هنا زي ما انتم شايفين يا ابطال هي هتظهر هنا ايوه المفروض يا ابطال تظهر هنا الا بقى لو نزلت تحت مش هنعرف نشوفها بصراحه ولكن اهي 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 يا ابطال حلو جدا بتظهر وتختفي زي ما انتم شايفين المفروض يا ابطال في يعني في كل بيت حرفيا نقدر نعمل كده ولكن المفروض يا ابطال انا دي شاريه بروبوكس يعني مش فاكر كانت فوق ال 200 روبوكس تقريبا على ما اعتقد او ماي جاد ظهرت تاني في نفس المكان في نفس المكان هتلاقي دلوقتي حالا بص يا ابطال ليها انيميشن كده غريب بتقعد تعمل كده وتعمل كده حاطه ايديها اللي هي يعني خجلانه هموت واقف خجلانه من ايه ده احنا اللي اقسم بالله نطلع نجري من يعني ايوه منها اقسم بالله والله يا ابطال شكلها جدا جدا مخيف او ماي جاد بصوا والله بصوا ولا ايه ده
والله حاجه غريبه اقسم بالله، انا هموت واعرف ليه ابطال ده كل شويه ابطال بتظهر في نفس المكان، بس انا مش عارف. ولكن ده ابطال يعتبر ايوه البيت التاني اللي تظهر فيه. عايز اقول لكم يا ابطال ان حرفيا ابطال كل البيوت ابطال اللي قدامكم دي بجد بجد بتظهر فيها. ايوه يا ابطال والله يا ابطال، يعني مجرد بس ما انت بتشتري حرفيا اللي اسمها ديستر دي اللي هي ديس استر باك، ما علينا هي اسمها كده، ولكن حرفيا بتقدر يعني ترسبنها في البيت بتاعك. حاجه جدا جدا غريبه، وانا بصراحه ابطال قعدت اقول ليه ابطال يعني صاحب مبل بيوت يفكر يعمل حاجه زي كده. البنت دي يا ابطال يعني انا ما لقيتهاش ابطال غير في مكان واحد تقريبا او مكانين، وهوريكم يا ابطال اول مكان وهنروح نحقق عليه. تفتكروا طبعا يا ابطال تحديث السمر كلاب. ايوه يا ابطال السمر كلاب اللي حرفيا يا ابطال كان فجاه كده نزل وكسر الدنيا، ومحدش يا ابطال عمل عليه تحقيقات الا نادر، تمام؟ ولكن حرفيا يا ابطال هو ده المنزل. انتوا شايفين يا ابطال منزل غريب قوي في نص، يعتبر يا ابطال في مكان غريب زرعي كده، ويعني قاعده ريفيه كده يا ابطال، وموضوع غريب. ولكن يا ابطال الغريب في الموضوع ان حرفيا يا ابطال الناس كلها اكتشفت ان في مكان هنا. هنيجي دلوقتي يا ابطال نعمل كده ونطلع كده، بصوا هنطلع دلوقتي فوق، بصوا وطلعنا فوق، وهنلاقيها ان هي دميه يا عيني كيوت. ايوه يا ابطال هنلاقي ان هي دميه كيوت، ولكن في الحقيقه ان صاحب مابل بيوتي يا ابطال بيوجه لنا رساله وبيقول لنا ان دي مش دميه كيوت، دي مش دميه كيوت. خلي بالكم يا ابطال هنا لونها بشري، هنا لون الدميه او اللعبه تعتبر كده، دي لعبه لان انا ما اقدرش المسها، تمام؟ بصوا يا ابطال يعني دي تعتبر كده ابطال بشريه، يعني ليه؟ لان ابطال زي لوني، بصوا يا ابطال لوني بشري عادي عادي جدا، تمام؟ ولكن لون يا ابطال الدميه اللي ظهرت لنا في البيت، تمام؟ في البيت الاول والبيت الثاني حرفيا يا ابطال لونها ابيض. مش مصدقين صح؟ ماشي انتوا مش هتصدقوا الا ابطال لما يعني نركز تاني، تمام؟ خلينا ابطال نجيب اي بيت، تمام؟ هات يا عم البيت ده، بلاش خلينا البيت ده، تمام؟ تمام حلو جدا، يلا بينا يا ابطال. هوريكم حرفيا يا ابطال لونها ابيض، تمام؟ بسرعه 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 يا ابطال عشان ما تنسوش لونها، وتيجي تقولوا لي في الكومنتات يا لا يا بلال انت بتهزر معانا. خلونا يا ابطال كده نعمل كده كويس، فين ايوه هي دي يا ابطال. بعدين دوس جوست، يلا بينا يا ابطال نقفل بسرعه الانوار. حلو قوي، نقفل هنا النور ونبدا يا ابطال ونقف هنا ونستناها. كويس جدا يا ابطال، هتلاقيها فين؟ هتلاقيها فين؟ ظهرت بس مش عارف هي ظهرت فين، والله مش عارف هي ظهرت فين. انت فين؟ او ماي جاد، اهي ابيض ولا مش ابيض؟ ابيض ولا مش ابيض؟ اثبت لكم يا ابطال هي فعلا قدامي ايه، ولونها فعلا ابيض. والله يا ابطال لونها ثانيه، انا عايز اقفل النور هنا. إيه؟ فين؟ هنا بيت على الصوت، اقسم في حد بيخبط الباب. او ماي جاد اعوذ بالله، ده ايه لونها ابيض. انا عايز اجيبها من الاول ولكن مش عارف ازاي. ثانيه ابطال نعمل كده، كده احنا شايفين البيت كله. ثانيه لو ظهرت جوه هتبان. ايوه او ماي جاد اعوذ بالله، اهي ابيض ولا مش ابيض؟ والله يا ابطال لونها ابيض زي ما انتم شايفين يا ابطال. فخلينا دلوقتي حالا يا ابطال نروح عند، احنا لازم ابطال نشيل البيت عشان ما ينفعش بصراحه ابطال البيت ده كده يبقى مرعب، ممكن ابطال يبقى مسكون بعد كده، ما ينفعش. خلينا دلوقتي حالا يا ابطال نروح بسرعه جدا يا ابطال عند نفس المكان اللي ظهرت فيه الدميه اول مكان. ده اول مكان اصلا يا ابطال يعني يظهر فيه الدميه الغريبه دي اللي احنا اصلا كلنا ابطال من اول ما ظهرت قعدنا نشوف يا ابطال ونعمل عليها فيديوهات كتير قوي. على فكره عملت انا عليها فيديوهات كتير ومقاطع، وقعدت ابطال اقول استكشفوا يا ترى ايه ده ابطال، ومين البنت دي، وايه اللي خلاها اصلا تيجي هنا. ولكن يا ابطال يعني بجد بجد انا استغربت، قلت ايه ده، مين بجد الدميه دي. ولكن هو يا ابطال واضح اللي هو لسه بردك يا ابطال يعمل فيها تحديثات كتير، وانا واثق من الكلام ده، وهيبقى فيها حاجات يا ابطال مخيفه اكتر من كده. ولكن يا ابطال الغريب ان في هنا مرايه، والمرايه دي يا ابطال بصراحه مش عارف هل فعلا ابطال نقدر اصلا ان احنا نضغط على المرايه او المكعب ده يا ابطال، تمام؟ في ناس يا ابطال كتير قوي عملت يعني خدع كتير، والمكعبات دي لونها اتغير بجد يا ابطال، يعني المفروض هنا احمر ازرق اخضر، لونها اتغير يا ابطال والترتيب اتغير معنى كده يا ابطال. ولكن ما اعرفش بصراحه، واخد باله ان البشره اتغيرت، مش عارف لو يا ابطال البشره بقت لونها ابيض بجد هتبقى حاجه مخيفه قوي. ولكن هل يا ابطال يجي اليوم اللي احنا نقدر ندوس كده عليها وناخدها يا ابطال في ايدينا، يبقى ابطال ماسكينها كده؟ مش عارف بصراحه، والله الموضوع هيبقى غريب قوي يا ابطال، ومش واثق جدا جدا منه. ولكن بجد بجد يا ابطال انا قاعد لحد دلوقتي يا ابطال بفكر، هل فعلا يا ابطال هي الدميه دي موجوده في بيت تاني، او موجوده عامه في اي مكان تاني نقدر نجيبها مثلا يا ابطال في السوبر ماركت، نقدر نجيبها في المدرسه؟ مش عارف، لان الحاجات دي يا ابطال بصراحه ما نقدرش نعملها، لان الحاجات دي مش ملكنا احنا، تمام؟ مش ملكنا خالص يعني، تمام؟ هي ملك الناس تانية، تمام؟ فخلينا دلوقتي يا ابطال كده نحاول نروح عند السوبر ماركت ونحاول يا ابطال نجيبها هنا. ثانيه
مفيش هنا اي حاجه ابطال نقدر نعمل كده نجيبها مثلا هنا. للاسف مفيش ابطال فعلا الكلام ده ممنوع اصلا يا ابطال نعمل حاجه زي كده. ولكن انا دلوقتي ابطال بحاول افكر هل فعلا ابطال وانا شفتها في مكان فين، يعني شفتها فين قبل كده؟ حاسس ان انا ابطال شفتها في مكان معين قبل كده وانا فاكر، ولكن المكان ده ابطال اكيد كان مرعب. يا اما ابطال هنا تمام وانا ابطال جبت الكتاب، ولكن خلونا ابطال نعمل كده، خلونا دلوقتي ابطال المستشفى كده كده مش بعيده، المستشفى ابطال قدامنا، خلونا ابطال نحاول نفكر ابطال فعلا موجوده فين. خلونا دلوقتي حالا كده نروح ماشي يلا بينا، حلو قوي. خلونا ابطال نطلع كده بسرعه تمام قوي، نعمل كده اوبا حلو قوي تمام التمام يا باشا ليتس جو تمام اشتغلت. بعدها ابطال نروح عند المكتبه من الناحيه دي كويس جدا، وبعدها ابطال نروح نشتري الفندق اتفقنا. الفندق ده حرفيا يا ابطال هيكون فيه حاجه غريبه، وانا يعني انا بتوقع بصراحه ابطال هتكون موجوده والصوت اشتغل تمام، والفندق يا ابطال دلوقتي حالا قدامنا. تتوقع يا ابطال هل فعلا نلاقيها تمام بالفندق المسكون مش الفندق العادي؟ ها انا دلوقتي يا ابطال اشتريت فندق رقم 5 والفندق ده مش عادي، ده فندق مسكون. وخلينا ابطال نقفل علينا ونركز تمام. حرفيا يا ابطال الازايز دي دايما بتكون موجوده تمام، وادي هنا زي ما انتم شايفين الشكل ماشي حلو قوي تمام. عايز اشوف يا ابطال بقى كاميرات المراقبه، اول كاميرا مراقبه معانا، اول واحده يا ابطال لقيتها من غير اصلا ما ادوس على اي كاميرات مراقبه ولا اي حاجه. خلينا ندوس كده او ماي جاد في كاميرا مراقبه بره اصلا. خلينا ابطال نفتح بس كده تمام قوي هنا لا مش هنا، ايوه فين فين دي فين والله في اوعى تقول لي دي ايه ده او ماي جاد على الشباك بتاعي خلاص تمام. خلينا نشوف كده ابطال اللي بعدها ماشي، دي احنا شفناها او ماي جاد في الحمام. بجد يا ابطال بستغرب بردك يعني بامانه اللي يعني ازاي الحاجات دي موجوده في الحمام؟ يا جدعان قولوا لي تحت في الكومنتات كاميرات المراقبه ايه اللي يوديها الحمام؟ انت هتراقبني في ايه؟ هسرق ايه في الحمام؟ قولوا لي انتوا هسرق انا في ايه في الحمام؟ انا مش عارف والله بجد. يعني هنا يا ابطال بجد بيبين ان البيت ده فيه سر رهيب، اقسم بالله يا ابطال ان مفيش حاجه اسمها كده. حرفيا يا ابطال البيت ده فيه تقريبا 3 كاميرات مراقبه بس، واحد يعني مش واحد اتنين تلاتة بس اقسم مفيش تاني والله مفيش تاني. ولكن هنا يا ابطال حصل حاجه غريبه زي ما انتم شايفين يا ابطال، هنا مش معدوله كويس، وادي هنا يا ابطال في فوطه واقعه تمام، وباين قوي ان حرفيا هنا ماشي نقدر نفتحه ونقدر طبعا ناخد ده كويس جدا. ومش عارف ايه ده، اقدر ادخل فيها ما علينا تمام، هنا اقدر استحمى او ماي جاد. ولكن المايه شكلها غريب والله يا ابطال، المايه شكلها بيخوف او ماي جاد. دي طينه، دي طينه والله باين عليها طينه. ثانيه كده عايز اشوف المايه، والله طينه والله تراب، انا بستحمى تراب والله بستحمى تراب يا نهار ابيض. وادي هنا حتى هنا يا ابطال التراب، كان هنا في زومبي قبليه ولا ايه مش عارف والله يا ابطال. خلينا نشوف بقى يا ابطال بسرعه نمسك كده، لحد دلوقتي يا ابطال ما لقيناش البنت دي تمام، لان ده كان هدفنا اللي احنا اصلا يا ابطال نلاقي البنت تمام. خلينا نعمل كده تمام، نعمل كده حلو قوي. ايه 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 مش بيعمل ليه، مش بيعمل ليه؟ كويس جدا هانت حلو يلا فين. ماشي ماشي تمام تمام انا فهمت. خلينا ابطال نعمل كده نفس الكلام برضك يا ابطال، بيجي معوج ومش بيجي صح، مش بيكون صح يا ابطال. ليه يا عم مش عايز اقعد هنا؟ نعم مش عايز. اوه ايه يا عم ده في ايه؟ هلو هنا ما احنا عارفين هنا في ايه. نعمل كده كويس قوي، يلا بسرعه بسرعه. نام هنا نام هنا نام 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 كويس نقدر. اوه ماي جاد والله يا ابطال طلعنا من البيت لوحده. او ماي جاد بجد يا ابطال الموضوع جدا جدا مرعب، وانا يا ابطال مش هسكت فعلا الا لما يا ابطال فعلا اشوف ايه سر البنت دي، او يا ابطال الدميه الغريبه دي اقسم بالله يا ابطال سرها غريب وفيها حاجه غريبه، وانا يا ابطال لازم فعلا يا ابطال اعرف ايه سر الدميه الغريبه دي اللي فعلا يا ابطال بجد بجد. هي الفكره دي يا ابطال، فكره المقطع دي جت في بالي، قلت يعني البنت دي حرفيا او الدميه دي كل شويه يا ابطال بشوفها كتير، بشوفها يا ابطال يعني كل شويه بص واشوفها هنا وبشوفها في البيت، اقدر ابطال يعني اضيفها في اي بيت. طب وازاي وليه يا ابطال يعني صاحب مات بيوت يعمل كده؟ اكيد يا ابطال في حاجه جدا جدا جايه ومخيفه جدا عن الدميه دي. اتمنى يا ابطال يكون مقطع النهارده عجبكم، ما تنسوش يا ابطال تحطوا حالا اللايك بتاع كل جامد، وكمان يا ابطال تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، يا بي جيمنج اكس وي سلام.